أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، متابعين متابعي اليوم السبت في كل مكان، أهلا بحضراتكم جميعا. هناخدكم في رحلة جميلة جدا داخل محافظة الإسماعيلية. يعني محافظة الإسماعيلية استعدت فعلا لفصل الصيف وتفتح زراعيها، عروس القناة تفتح زراعيها لكل من يرغب في قضاء أيام جميلة وبأرخص الأسعار، ومواصلات متوفرة بأرخص الأسعار برضو. يعني لو أنت عايز تيجي إسماعيلية مش هتندم، والناس اللي بتيجي إسماعيلية كل سنة إحنا بنرحب بيهم في الإسماعيلية، محافظة إسماعيلية ترحب بيهم في هذا الصيف وهذا الموسم. طبعا محافظة إسماعيلية فيها عدد كبير من الشواطئ، شواطئ تابعة للمحافظة وقرى سياحية خاصة. يعني لو حبيت تيجي إسماعيلية فيها كل اللي انت عايزه، في سوق اسماك، في مواصلات داخلية عن طريق تاكسي او عن طريق مواصلات عامة. طبعا لما تيجي إسماعيلية هتيجي على الموقف الجديد، لو مش معاك عربية بتنزل الموقف الجديد بتاخد تاكسي ب 20 جنيه يوصلك لطريق البلاجات او منطقة البلاجات في محافظة إسماعيلية. فيها طبعا اكبر عدد من الشاليهات والقرى السياحية والنوادي والشواطئ التابعة لمحافظة إسماعيلية، زي شاطئ ونادي الفيروز السياحي، وزي نادي وشاطئ التعاون، وزي نادي وشاطئ الملاحة، بالإضافة إلى قرى سياحية كبيرة على البحيرات المرة، تطل على البحيرات المرة. طبعا لو حضرتك عايز يجي تقضي يوم، تذاكر الدخول هنا بتبدأ من 20 إلى 40 جنيه شاملة الكراسي والترابيزات. تيجي حضرتك تقضي يومك من الصبح لغاية آخر النهار ب 20 جنيه او 40 جنيه، وبالكرسي والشمسيه والترابيزه. طبعا لو حضرتك عايز تقيم او تقضي اكثر من ليله، في حضرتك كذا نوع للاقامه في محافظه الاسماعيليه، في شاليهات خاصه بالنوادي والشواطئ يتراوح ايجارها من 200 الى 600 جنيه في الليله الواحده حسب عدد الغرف وحسب انه مكيف او غير مكيف. في كمان شواطئ خاصة في القرى السياحية وشاليهات، الشاليه طبعا بيبقى غرفتين فيه كافة المرافق والخدمات في هذه القرى. القرى طبعا بتقع ايضا على البحيرات المرة ولقناة السويس. طبعا وحضرتك موجود الشاليهات دي طبعا بتراوح سعرها من 500 الى 1000 جنيه، وتناسب كل الاذواق وتناسب كافة المستويات. في هنا برضو سوق السمك، لو عايز تروح لو نفسك تجيب اكل السمك على مزاجك، بتروح سوق السمك قريب جدا في اول طريق البلاجات، ممكن تاخدها ماشي من اي مكان في الطريق.
عادي سلك. بص ممكن تعدي من تحت البتاع منين؟ يا ولد يا لعيب. Thank you.